النميمة من موجبات عذاب القبر، وأن يكون القبر حطب من النار يشوي صاحبه، وبعض الناس في لحده على ضيقه كرات اللهب من النار تحرقه، من أسبابها النميمة. مر الحبيب على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أمر سهل يتهاون به الناس، ألا إنه عند الله كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، بعضهم يبول أكرمك الله واقف ولا يستنجي ولا يستجمر أو يتساهل في بعض قطرات البول ويصلي ويروح، هذا من موجبات عذاب القبر. الثاني: وأما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، والنميمة تراها تجيها أحيانا من صادق وصدق، تراني أحبك يا أبو مسفر، ترى أبو نايف قال كذا، بس ترى بعلمك عشان تأخذ حذرك، والله من غلاك. هذه هي الكبيرة التي توقد على القبر النار. شيخ فضل، هل فيها نميمة من غير غيبة؟ أي نعم، أحسنت، هذا جيد. هل فيه نميمة من غير غيبة؟ دائما هما أشقاء، لأن النمام مغتاب، إذا قال ترى أبو نايف ولا أبو عتيق هذه غيبة، ثم قال تراه يسبك هذه نميمة، فجمع الكبيرتين، والنميمة توقد على العبد النار في الدنيا في قبره، والغيبة تجعل كل حسناته تنتقل لصاحبه وتجعله على صعيد المحشر مفضوح. كيف يعرف يوم القيامة المغتاب اللي يغتاب الناس؟ يبدل الله ظفوره انحاس، احنا سكاكين، صور امواس وسكاكين، ثم يقطع نياط وجهه وعروقها فضيحة له على الناس، لأنه كان يأكل أعراض الناس. فلنحذر، والله ما تستاهل النار أدخلها عشان يبعدنا. يقول يا شيخ والله ما اغتبته، ما كذبت عليه، لا، هي الغيبة أنت صادق، والله أني قايل له من مصلحته، هذه النميمة. لا تحذر من شر إلا ذاك الذي يرفع لواء الشر للأمة ويريد بالأمة شرا ورافع عداءه للأمة، فنحذر منه. نعم، ويبدأ بذلك علماءنا حتى نقتل.